هندي ب 9 دولار وبتدينا ربح يومي 2 دولار ونص، والخطة التانية ب 99 دولار وبتدينا ربح يومي 29 دولار، والخطة التالتة دي ب 500 دولار وبتدينا ربح يومي 156 دولار. وبعد كده تقدر تشوف بقى خطة الأسعار براحتك وتختار الخطة اللي تناسبك. بنرجع على الصفحة الرئيسية وندوس على الريتشارج عشان نعمل إعادة شحن في المنصة. بناخد عنوان المحفظة اللي قدامنا ده كوبي، ونروح محفظتنا نعمل إيداع عملة الدولار على شبكة تي آر سي 20. بعد ما بنخلص الإيداع بتاعنا بندوس على الريتشارج كومبليت، بيكون الرصيد بتاعنا نزل لنا في المنصة ويرجعنا على الصفحة الرئيسية تاني. وبعد كده بنروح على الفي اي بي وندوس انلوك ناو للخطة اللي احنا عملنا ايداع بفلوسها. بعد كده بنروح على التاسك بعد ما بندوس على الانلوك عشان نعمل المهمة اللي موجودة زي ما احنا شايفين، وندوس على تو كومبليت. واوتوماتيك بعد ما بتخلص بتلاقي الربح نزل لك، لو رحت على المية هتلاقي الارباح موجودة الاتنين دولار ونص زي ما انت شايف. بعد كده عندنا الفريق، ودي بناخد ارباح من اي حد بيعمل ايداع من تسجيله عن طريق رابط الاحالة بتاعنا، فبناخد رابط الاحالة كوبي ونوزعه، وبعد كده اللي هيسجل ويعمل ايداع هناخد 10% مستوى اول و3% مستوى تاني و2% مستوى تالت. ده كده الملخص العام للمنصة. تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنسحب الارباح بتاعتنا. بنروح على الهوم وندوس على الوزدرو، بنشوف الرصيد المتاح معانا للسحب قد ايه، وبنكتبه في الخانة الاولى، وبعد كده بنحط عنوان محفظتنا على شبكة الترون اللي هي تي ار سي 20 لعملة الدولار، وبعد كده بنكتب الباسورد اللي عملناه في البداية وبندوس على كونفيرم. وكده بكل سهولة نكون سحبنا الربح بتاع النهاردة، وهنستنى طبعا كل 24 ساعة عشان نعمل المهمة ونسحب ارباح. وزي ما انت شايف العدد اللي شغال ده بيقول لك فاضل كام ساعه وتقدر تجدد المهمه بتاعتك، وهنستنى مع بعض نشوف السحب هيوصل لنا في خلال قد ايه. اهو بصينا على محفظتنا زي ما احنا شايفين، السحب ما كملش دقيقتين بالظبط وكان وصل لنا على المحفظه. ولو وصلت لنهايه الفيديو فانتم احسن ناس، واستنوني الفيديو التاني ان شاء الله. هندي ب 9 دولار وبتدينا ربح يومي 2 دولار ونص، والخطه الثانيه ب 99 دولار وبتدينا ربح يومي 29 دولار، والخطه الثالثه دي ب 500 دولار وبتدينا ربح يومي 156 دولار. وبعد كده تقدر تشوف بقى خطه الاسعار براحتك وتختار الخطه اللي تناسبك. بنرجع على الصفحه الرئيسيه وندوس على الريتشارج عشان نعمل اعاده شحن في المنصه. بناخد عنوان المحفظه اللي قدامنا ده كوبي، ونروح محفظتنا نعمل ايداع عمله الدولار على شبكه تي ار سي 20. بعد ما بنخلص الايداع بتاعنا بندوس على الريتشارج كومبليت، بيكون الرصيد بتاعنا لنا في المنصة ويرجعنا على الصفحة الرئيسية تاني. وبعد كده بنروح على الفي اي بي وندوس انلوك ناو للخطة اللي احنا عملنا ايداع بفلوسها. بعد كده بنروح على التاسك بعد ما بندوس على الانلوك عشان نعمل المهمة اللي موجودة زي ما احنا شايفين، وندوس على تو كومبليت. واوتوماتيك بعد ما بتخلص بتلاقي الربح نزل لك، لو رحت على المية هتلاقي الارباح موجودة الاتنين دولار ونص زي ما انت شايف. بعد كده عندنا الفريق، ودي بناخد ارباح من اي حد بيعمل ايداع من تسجيله عن طريق رابط الاحالة بتاعنا، فبناخد رابط الاحالة كوبي ونوزعه، وبعد كده اللي هيسجل ويعمل ايداع هناخد 10% مستوى اول و3% مستوى تاني و2% مستوى تالي. ده كده الملخص العام للمنصه. تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنسحب الارباح بتاعتنا. بنروح على الهوم وندوس على الوزدرو، بنشوف الرصيد المتاح معانا للسحب قد ايه، وبنكتبه في الخانه الاولى، وبعد كده بنحط عنوان محفظتنا على شبكه الترون اللي هي تي ار سي 20 لعمله الدولار، وبعد كده بنكتب الباسورد اللي عملناه في البدايه وبندوس على كونفيرم. وكده بكل سهوله نكون سحبنا الربح بتاع النهارده، وهنستنى طبعا كل 24 ساعه عشان نعمل المهمه ونسحب ارباح. وزي ما انت شايف العدد اللي شغال ده بيقول لك فاضل كام ساعه وتقدر تجدد المهمه بتاعتك، وهنستنى مع بعض نشوف السحب هيوصل لنا في خلال قد ايه. اهو بصينا على محفظتنا زي ما احنا شايفين، السحب ما كملش دقيقتين بالظبط وكان وصل لنا على المحفظه. ولو وصلت لنهايه الفيديو فانتم احسن ناس، واستنوني الفيديو التاني ان شاء الله. زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدا الفيديو مع بعض. طبعا يا صاحبي في البداية انا عايز اقولك ان دي مش نهاية استثمار، انا هشرح تجربتي في المنصة ودخولك بيكون على مسؤوليتك الشخصية. هتلاقي كل الروابط اللي انت تبقى محتاجها اسفل الفيديو في الديسكريبشن، بندوس على رابط التسجيل بيدخلنا على صفحة بالشكل ده. اول حاجة بنكتب الايميل بتاعنا هنا، بعد كده بنكتب الباسورد بتاعنا هنا، وبنعيده تاني في المكان ده، بعد كده بندوس ساين اب عشان نكون سجلنا حسابنا في المنصه. اوتوماتيك بعد ما بتسجل هو بيسجل لك دخولك وبيدخلك على المنصه، وبنلاقي اعلان زي ما احنا شايفين بيقول ان الحد الادنى للايداع 9 دولار والحد الادنى للسحب هو 2 دولار ونص. بعد كده هنقفل الاعلان ده وانا هشرح لك كل حاجه واحده واحده. اول حاجه احنا بنبقى محتاجين نعمل ايداع على حسب الفي اي بي اللي احنا هنشتريه، وبناء عليه بينزل لنا مهمه بنعملها بناخد الارباح بتاعتنا يوميا، وكل خطه بنشتغل عليها بتبقى لمده 99 يوم ان احنا ناخد الارباح كل يوم. طبعا المنصة ما بتكملش الفترة دي كلها، عشان كده بنقول ان احنا نشتغل على الخطط القصيرة اللي هي مثلا الخطة الاولى والخطة التانية، وبناخد ارباحنا وبنطلع من المنصة كسبانين ان شاء الله. فاحنا عندنا الخطة الاولى